وما زلنا نتواصل مع سفرائنا في الخارج، حيث يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من بغداد سعادة السيد صلاح المالكي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق. مساء الخير سعادة السفير، كيف كانت عملية التصويت اليوم في بغداد؟ أهلا وسهلا، مساء النور. الحقيقة كانت اليوم السفارة مفتوحة أمام الناخبين من المواطنين المتواجدين في جمهورية العراق منذ الساعة 8 صباحا، وقد تم إغلاق صندوق الاقتراع للتو قبل قليل، حيث أن التوقيت المحلي لمدينة بغداد يوافق التوقيت في مملكة البحرين. نعم. ابتدأت السفارة باستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وبالطبع كانت هناك يعني وجود يعني كثير من الحماس، حيث حرص الجميع على تلبية واجبهم الوطني في هذا العرس الجميل والرائع، وامتزجت به الحقيقة فرحة ومحبة المواطن لوطنه ومسيرته الإصلاحية في عهد سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والذي أصبح يعني نهجا راسخا في قلوب الجميع. نعم. وقد تعدنا بوجود أيضا كثير من الزائرين ومن المواطنين الذين كانوا في رحلة زيارة إلى بغداد، وحقيقة أدلوا بمشاعرهم وأدلوا بأصواتهم في هذه في هذا اليوم الجميل والرائع. حقيقة هذا يعني يعبر عن الولاء والإخلاص الذي يحمله مواطنون مملكة البحرين تجاه مليكهم وتجاه وطنهم، تجاه مسيرتهم الوطنية، تجاه البناء الرائد، تجاه الدولة العصرية، تجاه المؤسسات الدستورية الرائدة بسيادة القانون والحكم الرشيد. كان من بينهم رجل كبير في السن، والحقيقة تأثرنا جميعا بوجوده، فأبدينا له تقديرنا وإعجابنا له، قائلين له يعني اعذرنا وإن كنا قصرنا معك في شيء، فرد قائلا وقال: هذه البحرين الغالية يا بني، فانظري كم من هذه المشاعر التي امتزجت بحب الوطن. نعم. فالحقيقة من هذا يعني نهنئ الحقيقة صاحب الجلالة على هذا العرس الديمقراطي، على هذه المسيرة التنموية، على هذه الفرحة العارمة التي ولدتها هذه العملية الانتخابية والبرلمانية لجميع المواطنين. الحقيقة الجميع فرح والجميع سعد بهذا اليوم، والسفارة سعدت بهذا الشيء الجميل. قبل قليل تم إغلاق الصندوق وتم العد والفرز، ورأينا الحقيقة يعني أشياء عبر عنها المواطنون بصدق وبأمانة ويعني بأصوات صحيحة ولله الحمد. موعدنا حقيقة إذا في مجال للإعادة سيكون بعد أسبوع تقريبا، وستكون أيضا السفارة متواجدة برئيس البعثة وبالإخوان الموجودين من أعضاء البعثة الدبلوماسية. نعم، سعادة السيد صلاح المالكي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق، شكرا جزيلا لك.